FM. الكلمة ليك. مثال جاتني كزوجي توفى معناها استحقيت فهمت استحقيت اخواتك بحذاك بجنبك استحقيت الكلمة الحلوة استحقيت شكون يطبطب عليا استحقيت شكون يعطيك القوة فهمت حسيت شكون يقول لأولادي كلمة حلوة باش يقفوا على ساقيهم فهمت ما لقيت حد ما جاوش ولا على جاو ومشاو من ثلاث ايام ما عادش شريت حد ديجا من العيد الصغير مثال ما تلقيناش لليومنا هذا فهمت حتى تليفون لا اكيد فما اسباب ايمان والله انا اللي تكلم قبلي عجبني كلامه فهمت الوالدين هما اللي لموا اولادهم هما اللي فرقوا اولادهم امك شو تقول في الحكايه هذه والله نقولها شبي خويتي ما يسألوش انا راني وحدي الاوراق نفكر قديته ما عندها كل شيء وحدي فهمت استحقيت يعني شكون يقف معايا فهمت كيف ليه مشغولين الله يعلم بحالهم ديك هي الدنيا لازمك تتعود على روحك تعطيهم الاعذار دونك اي تعطيهم الاعذار انا نقول يسكنوا بعاد عليك مش بعد كنا مش بعد انا بحكم حبيت نسالك حبيت نسالك ولك شيء معناتها اخواتك البرا يعيشوا ما نجموش يجيو ديما هذا ايش نقصد لا 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 كنا في تونس معناتها في تونس اما نقولوا احنا نتاع ساعه غير بعض ساعه باش يخلطوا لي هذه مش معناتها مش مبرر انه ما يجيوش معناتها يعطيك الصحه خاصه في هكا في كاس ما هكا فهمت بالحق راهم الوالدين هما يلموا وهما اللي يبعدوا ولادهم على بعضهم فهمت كيفاه وانتم صغار ايمان معناتها الوالدين كيفاش ربيوكم معناتها تسالوا بعضكم تاكلوا مع بعضكم تخرجوا مع بعضكم معناها كنا بالحق فما الحيله نتاع الوليد الكبير ديما هو مفضل معناها فهمت مثل انا بنيه الوحيده كنت دلوله فهمت كيفاه ومن بعد كنت دنكو كل شيء تقلب ما فما حتى سبب معناش علاش مثل باش نتعارف معرسين هما معرسين كلهم معرسين علاقتك بزوجاتهم بنساها انا ما عندها كي نتلموا نحكي وما نتلموش ما نتكلموش على بعضنا وبدرت انت هزيت التليفون وكلمتهم اي هزيت قبل التليفون وكلمت ومعناها معناتها انا بنيه وحدي كنت نصورهم باش يكونوا اخوات فهمت ميساجك اليوم هما كان يسمعوا فيك شو تحب تقول لهم برشا. ان شاء الله نتحقق شكون اللي دز عليا الباب وشكون يقول لي وينك كهو حال ما عطينيش فلوس الحمد لله يا ربي مانيش محتاجه نتحقق شكون يجي يقف معايا في تربيه اولادي حتى براي معناتها حاسين بيك ايمان ان شاء الله معناتها كان يسمع فينا يجيوك وهذا ميساج بالنسبه لعبيتك تشوفه في خصة طفله اخواتها ما يكلموهاش ما يسالوش عليها ايمان ان شاء الله ربي يعطيك القوه ان شاء الله في اقرب وقت تتلموا كابافان الكلمه ليك